في شرح صحيح مسلم لموسى شاهين لاشين الجزء الخامس صفحة 222 أنه قال أنه يدخل عليها الغلام الأيسع، وكانت عائشة رضي الله عنها ترى أن أرضاع الكبير يحرم وأرضعت غلاما فعلا وكان يدخل عليها. فهل كانت عائشة ترضع شباب قريش؟ هل يجوز ذلك أن تعطيهم الحليب من صدرها؟ كم جاد من فضله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، فهذا رأي رأت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها واجتهدت وجانبها الصواب، وهي بشر، هي بشر اجتهدت وجانبها الصواب، بارك الله فيك، ونحن بشر. أما العصمة فليست لأحد إلا للرسل عليهم الصلاة والسلام. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. نعم. حديث أن السيدة عائشة كانت ترضع الكبير وتبكيه عليها. لا، عائشة ما كانت ترضع، هي ما در لها لبن، لكن